السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وليلة سعيدة على الجميع يا رب. سأتكلم، ركزوا معي، سأتكلم عن أفكار سلبية وسواسية جديدة كذا نازل على الساحة بقوة آخر 3 سنوات، أو خليني أقول آخر 2 سنين، يمكن مع الحجر ضربت في 2، وهي تسبب أفكار، تسبب يعني تعب نفسي وكذلك جهد عقلي وذهني، وصاحبه مو عارف إيش المشكلة وإيش مسبب هذا الضغط في في عقله، ويصبح في غم وهم بسبب مثل هذه الأفكار. لن أكثر عليكم، لكني سأقول لابد تركزون حتى تفهموا هذه الفكرة اللي موجودة عند الأغلب، لكن ما احنا عارفين من وين جاية. السنابات القادمة، لعلكم سمعتم عن إدمان التعلق بالألعاب الإلكترونية أو الجوالات كحالة نفسية يسمونها إدمان، بحيث أنك ما تستطيع أن تنفك عنها. أنت الآن وأنت تشاهدني، مجرد ما تخلص السنابات تنزلها ترجع تأخذ الجوال تشوف سنابات ثانية. أنت يعني وصلت مرحلة كأنها إدمان. هذه مرحلة الإدمان هذه مشكلة، إحنا نسميها أفكار سلبية ضغطت على الذهن فأصبحت تطالب بأشياء سلوكية لابد أن يفعلها. إيش معنى الكلام هذا؟ أنت كنت تأخذ الجوال ما عندك مشكلة، الآن لا، ما تقدر تمشي إلا بجوال، تشعر إن ما عندك جوال، رحت مشوار 10 دقائق وربع ساعة بدون جوال إنك بتموت، بيحصل لك حاجة، ويجيك أفكار سلبية شديدة تخليك ترجع من آخر الدنيا عشان تأخذ الجوال، مع إنه والله لنت اللي يعني ما شاء الله تبارك الله الاتصالات تكسر جوالك ولا شيء، اللهم إنك أنت مد عندك حالة إدمانية لأشياء معينة في الجوال ما تستطيع أن تتركها. من تأثيرات هذه الحالة وهذه الأفكار وضغط الأفكار اتجاه هذه الألعاب الإلكترونية أو قنوات التواصل، صرت تدعي أنك مشغول، تحس أنك أنت مضغوط ذهنيا طول اليوم وأنك أنت مشغول. يقول لك واحد تروح معي بعد المغرب تقول له لا والله مشغول، مع أنه ما عندك ولا حاجة، بس صار عندك مثل يعني تفترض أنت أنك مشغول وعندك مهام تقوم بها، وأنت ما عندك غير أنك تستعرض السنابات ولا تويتر ولا أي كان من قنوات التواصل، فصرت مشغول فقط ذهنيا، أما جسديا فأنت جالس في مكانك. ممكن تصل أن تنسجن يوم كامل ما تخرج من مكانك إلا أنك تصلي وترجع فقط لأنك على الجوال، وهذا صراحة سجن نفسي أنت تجعله على ذاتك، ولهذا تشعر أنك أنت متعب، تشعر أنك أنت سهل مريض، تشعر أنك ودك تخرج تمشي، أبا أروح الممشى أغير جو، مع أنك أنت مغير جو يا حبيبي، ما عندك ولا حاجة يعني إلا الجوالات والسنابات، لكنها حالة إدمانية متعبة للنفس. طيب، الكلام في هذا يطول، وآثار هذه المشكلة والإدمان والأفكار السلبية التي تأتي تضغطك، أنت ما تستطيع أنك تعيش بدون جوال بدون تواصل، ستنقطع عن العالم، أنت ستكون في معزل عن الأخبار، وهذا كلام غير صحيح. وأنت كنت عايش قبل 10 سنوات 15 سنة والله ما أنت داري إلا بجيرانك وعايش أحلى عيشة، لكنه هذا الضغط من الأفكار السلبية اتجاه قنوات التواصل والألعاب الإلكترونية تجعلك في سجن ذهني أنت ودك تخرج منه بس ما أنت قادر. طيب، ننتقل للمرحلة الأخيرة ونتجاوز الآثار اللي بتصير محاضرة، كيف أنا أخرج من هذه الحالة المتعبة حتى أستطيع أن أسترجع عافية ذهني ونفسيتي، لأن هذا أمر مهم. ممكن تكون عافيتك الجسدية أمورك طيب اللهم لك الحمد، لكن عندك شيء ذهني وشيء نفسي قاتلك ما تستلذ بالحياة، وفي ضغط كبير من الأفكار. سنبت الجاي سأعطيكم بعض المهارات اللي سويتها أنا شخصيا، يعني ما كلمتكم إلا بعد ما سويتها، وهي أني ألزمت نفسي بساعات معينة أكون فيها مع الجوال. يعني مثلا من الساعة 7 إلى 7:30 إلى 7:45 صباحا أمشي على السنابات، أرد على الناس الطيبة، خلي جوالي في البيت وأخذ جوال صغير وأروح بالعمل، وأرجع البيت بعد نهاية الدوام، وأرجع الساعة 5، من 5 إلى 5:30 أو إلى 5:45 أشيك على الرسائل وأرد عليها، ثم أترك الجوال وأخذ الجوال الصغير اللي هو النوكيا أو الشيء هذا اللي ما فيه تواصل يعني أو تتش، ثم الساعة 11 في الليل أخذ نصف ساعة. شوف أنا قاعد أقول لكم 2:30، يعني قاعد أنزل على نفسي 2:30، ولا إحنا كم كنا من الساعات الشاهد،
وجدت فراغ كبير والله أكاد أني أقتل، أحس أني أنا فاقد حاجة، ماني قادر أمشي وأتحرك. أول 3 أيام في العمل شعرت أنه أطول 3 أيام دوام، فاضي ما عندي ولا حاجة، جيت أكلم الشباب على بجوالاتهم، فصرت أستحدث لي طريقة أجيب معايا كتاب أو أدخل جوجل أقرأ كتاب الكتابات هذه، أخذ الكتب الإلكترونية. شوية شوية والله رابع يوم خامس يوم وجدت ذهني في صفاء أنا كنت فاقده من زمان. شوية شوية صرت أقطع أقرأ في اليوم 50 صفحة، أقرأ يعني شيء من كلام الله عز وجل. تفرغت لأهلي، أهلي قالوا شفناك أنت كنت مشغول ما نعرفين ليش، وأنت معانا في البيت جوالك معاك ما إحنا دارين عنه. وجدت عافية نفسية بعد أسبوع بالضبط، والله وجدت لذة لا أستطيع وصفها لكم، من حيث الصفاء الذهني، حيث أني رايق، حيث أني يعني أحس أني مستجم، وقتي كله لي. فهذه من الطرق الممتازة في التعامل مع التواصل، تجعل هناك انقطاع جزئي عنها. الأمر الأخير، لأن الكلام بدأ يطول، أن تجعل لك أعمال مكثفة في الوقت، في وقت الفراغ. يعني إذا أنت تعرف أنك تجلس في البيت من العصر إلى العشاء، اجعل أعمالك في هذا الوقت، فيكون في تخفيف في الاطلاع على الجوال. رقم 2 في هذه الجزئية نفسها، ابتعد عن الجوال، خلي الجوال في غرفة ثانية. يعني إذا أنت تبي تشتغل الشغلة هذه، ادخل غرفتك وخلي الجوال يشحن في المطبخ ولا يشحن في المجلس، بحيث أنك ما تشوفه جنبك ولا يجيك البنج والرسالة هذه ترجع تفتح الجوال، كذا ما حننقطع، حنكون كذا رايحين جايين. وشوفوا كيف حتجدوا عافية نفسية والله تفتقدونها من زمان، تحس انك انت انا وين كنت، وين كنت انا مضيع نفسي. كل واحد منا يقول والله يا اخي قبل 10 سنوات كنت مرتاح اكثر من راحتي الان، مع اني انا الحين اشوف العالم كله، لكن عقلك مشغول باخبار العالم والناس، اما الان انت منكفئ على نفسك والانشغال بنفسك. جربوها واعطوني كيف انتم وجدتوا نفسكم، وننقل تجاربكم بإذن الله. الله يعطيكم العافية يا رب.